بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. موضوع اليوم أخواتي سيكون حول الشهر السادس من الحمل، من شكل الجنين وأعراض الحمل، وكذلك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها حتى تحافظي على حملك بشكل سليم. والآن عزيزتي سوف نشاهد معا بعضا من صور الجنين وشكله خلال هذا الشهر. خلال الشهر السادس من الحمل ينمو الجنين ويتطور بشكل سريع مقارنة مع الأشهر السابقة، ويضم هذا الشهر الفترة الممتدة ما بين الأسبوع 22 إلى الأسبوع 26 من الحمل. في بداية هذا الشهر سيبلغ طول طفلك تقريبا 30 سنتيمترا، ويكون وزنه حوالي 660 جراما، وخلال هذا الشهر يتغير حجم الجنين سريعا، إذ سيتغير من حجم الجزرة إلى حجم كوز الذرة. يتطور دماغ الجنين وتصبح ملامح وجهه أكثر وضوحا، إذ يمكنك تمييزها بالسونار. يكتسب جسمه بعض الدهون اللازمة لتدفئته عند الولادة، وتكتمل رئتيه، إلا أنهما تكونان غير مهيئتين بعد للقيام بوظيفتهما. أما حركة الجنين في هذا الشهر فتشعر بها الحامل مع بداية الشهر الخامس تقريبا، إلا أن حركة الجنين في الشهر السادس تكون أكثر وضوحا لتشبه الحركات المتتابعة بين الحين والآخر، فتستطيع الحامل في هذه الأثناء التمييز بين حركة الجنين وحركة الأمعاء. في بعض الأحيان تقل حركة بعض الأجنة نتيجة بعض العوامل التي تؤثر على حركتهم، وهذه العوامل تتمثل في حجم الجنين ووضعه داخل الرحم، أيضا وضع الحامل، إذ أن استلقاءها يزيد من قدرتها على الشعور بحركته. أيضا من بين العوامل التي تؤثر على حركة الجنين نجد توقيت الحركة، إذ قد تتزامن معظم حركات الجنين مع نوم الأم فيفوتها الإحساس بتلك الحركات. والآن عزيزتي بعد أن تعرفنا على شكل الجنين في الشهر السادس، سننتقل لدراسة أهم الأعراض التي تعاني منها الحامل في هذا الشهر. العرض الأول وهو الشخير. تعاني العديد من السيدات الحوامل من الشخير في هذه المرحلة من الحمل نتيجة لزيادة الوزن وتضخم أنسجة الرأس والرقبة، مما يؤدي إلى الشخير. العرض الثاني وهو حدوث تورم في القدمين. في الشهر السادس من الحمل يبدأ الجسم في تخزين السوائل حول الأنسجة، وهذا يؤدي إلى وجود تورم في معظم مناطق الجسم، ويظهر هذا التورم بشكل كبير في اليدين والقدمين، وأحيانا يظهر تحت العينين وفي الوجه. العرض الثالث وهو الإصابة بعسر الهضم. في الشهر السادس من الحمل تبدأ الهرمونات في التأثير على حركة استرخاء الأمعاء، كما أن زيادة حجم الرحم تؤدي إلى الضغط بشدة على الرحم. كل تلك المؤثرات تؤدي إلى حدوث مشاكل في عملية الهضم، كما أن بعض الحوامل يصابن بالإمساك. لكن إذا زادت هذه المشاكل الهضمية عن حدها الطبيعي لابد من مراجعة الطبيب. ولكي تخففي من حدوث مشاكل عسر الهضم، احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تعمل على تحسين عملية الهضم، كما يجب الإكثار من شرب الماء، فضلا عن القيام ببعض التمرينات الرياضية الخاصة بالحمل في تلك الفترة. العرض الرابع وهو زيادة الوزن. يزداد وزن الحامل خلال الشهر السادس حوالي نصف كيلوغرام كل أسبوع، ويرجع ذلك نتيجة لانخفاض حدة الغثيان الصباحي والرغبة في تناول الكثير من الأطعمة، بالإضافة إلى كبر حجم الجنين وزيادة كمية السائل الأمينوسي. العرض الخامس وهو التقلبات المزاجية. بمجرد دخول الحامل شهرها السادس
تبدأ تدريجياً في الشعور بتحسن الحالة المزاجية، كما تقل احتمالية تعرضها للاكتئاب خلال هذا الشهر. العرض السادس وهو تغيرات في جلد الحامل. خلال الشهر السادس من الحمل تمر الحامل بالعديد من التغيرات الجلدية على مستوى الوجه والبشرة، إذ يمكن أن يحدث في بعض الأحيان انتشار خطوط حمراء أو بيضاء في أماكن متفرقة من الجسم كالبطن والأرداف، ويكون ذلك نتيجة لتمدد الجلد لاستيعاب زيادة الوزن الناتجة عن الحمل. يمكن كذلك أن تظهر علامات بنية اللون على بشرة وجه أغلب الحوامل، بينما تتمتع بعض الحوامل ببشرة صافية وخالية من الشوائب والعيوب أثناء الحمل. العرض السابع وهو الشعور بآلام الظهر. من أعراض الحمل في الشهر السادس الشعور بآلام الظهر، ويحدث ذلك بسبب استمرار البطن في النمو. ومع الزيادة في الوزن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على عضلات الظهر، مما يسبب ألما في أسفل الظهر. ويمكن التغلب على هذه الأعراض بأخذ حمام دافئ، وفي حالة استمرار الألم يجب استشارة الطبيب. الثامن وهو الدوار والدوخة. من أعراض الحمل في الشهر السادس الشعور بالدوار، وذلك بسبب تغير الدورة الدموية، حيث يقل تدفق الدم إلى الجزء العلوي من الجسم والرأس بسبب الحمل. إذن بعد أن تعرفنا على أعراض الحمل في الشهر السادس، سننتقل الآن لمعرفة أهم النصائح التي يمكن اتباعها في هذا الشهر من الحمل. من أفضل النصائح للمرأة الحامل في شهرها السادس هي الابتعاد عن كمية المياه المبالغ فيها، لأنها قد تؤثر على الجنين وعلى الأم، إذ ينصح الأطباء بشرب ما لا يزيد عن 8 أكواب كل يوم. ينصح أيضاً باتباع نظام غذائي يتناسب مع صحة الأم وصحة الجنين، بحيث يتم تقسيم الوجبات الغذائية إلى 3 وجبات رئيسية و3 وجبات خفيفة. كذلك ينصح بشرب الحليب يومياً، لأنه يمد الجسم بالكالسيوم الذي يحتاجه الجنين، مع تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 كالأسماك والمكسرات وزيت الزيتون، لأنها تساعد على نمو عظام الجنين بشكل سليم، وتساعد على تقوية أسنان الجنين، وتدعم بناء خلايا المخ بشكل طبيعي. بهذا نختم موضوعنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.